الفيلم الوحيد اللي انا مستنيه ونفسي اقفل بيه السنه رغم انه نزل في امريكا اصلا بس لسه ما نزلش عندنا في الشرق الاوسط، وده حرق دمي حرفيا، انا محروق دمي انه لسه ما نزلش. هو فيلم اسمه زويل، واحد من اعظم الممثلين في التاريخ، ممثل محدش يعرفه من الجيل ده بس احنا اتربينا عليه من الجيل القديم. الفيلم ده المفروض هيبقى عوده الممثل ده، غير ان انت اصلا لو شفت الاعلان لوحده هتقول ادوله الاوسكار دلوقتي، الاعلان لوحده هيخليك تعيط، ما بالك بالفيلم نفسه. الفيلم بيتكلم عن الناس المليانه اللي جسمهم وزنهم زايد شويه وبيعانوا باكتئاب وصراع وتنمر من المجتمع، ده غير عدم رضا عن حياتهم هم لان الناس اقنعتهم ان شكلهم منفر. فيلم حلو، اتمنى ينزل باسرع وقت. قول لي انت رايك وبيس.